بتبدأ الحلقة الثالثة بالمشفى، وبيخبر أحمد الطبيب إنه معدته عم توجعه، فبيفحصه الدكتور. بس أحمد بيقله إنه بحاجة ليتقيأ، وبيطلب الطبيب من الممرضة أحضر صينية. فبيقوم أحمد وبيتقيأ دبور ضخم كله دم، وبينصدموا كلهم لما بيشوفوا هالشي. بعدها وبعد الفحوصات بيخبرهم الطبيب إنه كل شي واضح ومنيح، بس ويسنو بيسأله كيف ممكن إنه يتقيأ دبور. فبيقله الدكتور إنه ممكن يكون السبب هو الأكل يلي تناوله، وممكن إنه كان في بعض البيوض فنموا بجسده وطلعوا بهي الطريقة. ولما بيتقيأ دم هذا يعني إنه في نزيف داخلي، لهيك رح يتعين عليهم التحقق ومعرفة الموقع الدقيق. من ناحية تانية عيسى بياخد راس الحيوان يلي لقاه وبيحرقه، بس الغريب إنه بيصبح فجأة على قيد الحياة وبيبلش يتحرك وبيبلش يطلع منه حشرات كتير. بالعودة للمشفى بيلاحظ أحمد إنه ويسنو منزعج. بعدها بتصل ولان وبتتلقى مكالمة من رانو، وبتطلع لحتى ترد عليه، بس هو ما بيقول أي شي وبيقطع الاتصال. بلقطة من الماضي بيكون رانو ولان بمطعم، وبيكون رانو متحمس وعم يحكوا عن وجهة زفافهم، بس ولان بتخبره بأنه ما فيها تتزوجه. بالبداية بيعتقد إنه عم تمزح، بس لما بتقله إنه جادة بينصاب رانو بالصدمة، وبيسألها عن سبب رغبتها بإلغاء حفل الزفاف قبل أسبوعين من موعده، وبيقلها إنه بيعرف إنه حلمها هو إن تصبح شريكة صغيرة، وبيوعدها بإنه كل شي رح يكون تمام. بس ولان بترجع له الخاتم وبتقله إنه ما فيها تعمل هذا الشي. بالعودة للحاضر بتسأل ولان أستوتي إذا كان قرارها بإلغاء حفلة الزفاف أمر ما ممكن يتم المسامحة عليه. فبتخبرها أستوتي إنه قرارها كان كتير إنساني، ومهما كانت العواقب لازم تتعامل معه. فبتسأله ولان هل هالشي بيشمل مسامحة رينو لألها، فبتقلها إيه. ومن الجانب المشرق إنه هي ما لها حبيسة زواج غير سعيد. بهذا الوقت بيلاقي عيسى بعض قصاصات الصحف بغرفة والده، وبتكون بتحكي عن جرائم القتل المتسلسلة بيوم يوسنج، وبيلاقي كمان كاميرا فيديو وشريطه لما بيشغلها بيشوف حفل افتتاح شركة أحمد. بعدها منشوف ولان بتتلقى مكالمة من أوتو يلي بيبلغها إنه ليليانا وقعت على ورقة الشروط، بس طلبت إجراء التنفيذ، وتبين إنه مستشارها هو مدرسها الروحي بجبل كاوي، وطلبت منها تأجيل الاستثمار بلومبار. بعدها منشوف واسنو بالحمام وبياخد حبة، وبعد فترة وجيزة بيجي دبور لهنيك وبوقف على المراية وبطير لبعيد. بعدها منشوف أحمد عم يختنق مرة تانية لما بيكون عم ياكل، وبتطلب ولان من واسنو الاتصال بالممرضة. بعد شوي بتصل الممرضة لهنيك وبصير أحمد يتقيأ دماء وفيها أظافر، وكلهم بينصدموا من هذا الشيء وبيرجع بيغمى عليه مرة تانية. بعدها بيحاول عيسى الاتصال بالأحمد بس هاتفه بيكون صامت، وبتقترح ولان على والدتها إنه ينقل والدها لمستشفى تانية لأنه الأطباء هون ما بيعرفوا حتى شو هو الخطأ يلي معه. وبيقول واسنو إنه ممكن ما يكون في تفسير لحالته بالمنطق، وبيقولن إنه بحث عنها، ويقال إنهم بيستخدموا المسامير بكتير من الأحيان لشتم شخص ما. بهذا الوقت بيرن موبايل أستوتي وبتطلع لحتى تحكي المكالمة، وبيسمعوا حديثها مع ريما، وبيقول واسنو إنه ممكن ريما ألقت لعنة على والدهم، بس ولان بتقله إنه يتوقف عن كل الخرافات. من ناحية تانية بيكتشف عيسى تفاصيل الاتصال بمكتب أحمد، ومن هنيك بيعرف إنه موجود حالياً بمستشفى سيمباكا. بعدها منشوف الطبيب عم يجري فحص بالموجات الفوق صوتية لأحمد، وبيخبره إنه حالته طبيعية تماماً وفي يرجع على البيت. بس فجأة ببلش يعاني من آلام كتير قوية بالبطن، ومنشوف بعض الحركة جوات بطنه، ولما بيسمعوا صراخهم بتجي زوجته وولاده لهنيك، وهن مرعوبين من حالته. فبيحقنوا الطبيب بمخدر لحتى يهديه ويرتاح أحمد شوي. برا بيلتقي عيسى بولان وبيعرفها عن حاله وبيقلها إنه هو بده يخبرها بشي. بعدها بيروحوا بيعدوا بالكافيتيريا وبيخبرها إنه أجا لهون لحتى يقابل والدها، وإنه كان حيخبره عن حالة والده قبل وفاته، وبيقول إنه بغض النظر عن الشكوى من إصابة عيونه كان دائماً خايف من شي، ولهيك هو بده يقابل والدها لحتى يتمكن من إنه يشرح له شوي. فبتقله ولان إنه ما بتعتقد بإنه والدها بيعرف أي شي وإنه لازم ترجع هلأ. فبيوقف عيسى وبيعرض عليها مقطع فيديو بيلتقي فيه أحمد وبوندن سوا، وبيخبرها إنه لقى هذا من بين غراض والده فيديو قديم تم التقاطه عام 1998، ولاحظ إنه اسم الشركة هو نفسه اسم شركة والدها الحالية، وبيسألها إذا تعرفت على أي شخص تاني بهذا الفيديو. فبتشوفه ولان للفيديو وبتقله لا، وبيخبرها عيسى إنه آخر شخص اتصل فيه والده وأرسله رسالة قبل وفاته هو والدها، وقال بالرسالة إنه المشكلة الأساسية هي من والدها وإنه كان لازم يتحمل المسؤولية. فبتسأله إذا كان عم يتهم والدها، وبتتركه وبتقله إنه عم يضيع له وقتها. تاني يوم بيتم أخذ أحمد مشان التنظير الداخلي، وبعد فترة منشوف واسنو عم ياخد الدواء بالحمام، ومنشوف دبور مرة تانية، ولما بيغادر من هنيك منشوف في سرب من الدبابير على الحيط. وبتتلقى ولان مكالمة هاتفية من رينو، بس مثل العادة ما بيقول أي شي. بعدها منشوف الدكتور بينصاب بالصدمة لما بيلاقي سرب من الدبابير داخل معدة أحمد، وبيبلش يعاني من ألم قوي. بعدها بيسحب المنظار وبيقوم من التخت، وبتبلش العديد من الدبابير بالطيران من تمه، وبتنتشر بكل أنحاء الغرفة. بعدها بيوقع على الأرض، فبتركض الممرضة لبرا مشان تجيب علبة الطوارئ،
ولما بيشوفوا عائلته حالته بيخافوا كتير. بعدها بيتم إعلان وفاة أحمد هنيك. بالحلقة التالية بتبلش بعام 1998 لما بيكون عم يقدم بونجان أحمد لموظفي مكتبه. هون بيلتقي بأستوتي للمرة الأولى وهو المسؤول هنيك، وبيشوف أحمد صورة على مكتبه وبيسألها إذا كان هذا ابنه، فبتقوله بأنه أخوها وأنه توفى. بالعودة للحاضر بجنازة أحمد بيصيروا يحكوا العالم عن أنه السحر الأسود هو يلي قتله، وبيلاحظوا أنه القطن يلي بأنف أحمد عم يتحرك. بعدها بيوقع وبيبلش الدم ينزل منه، وبعدها بتبلش الدبابير بالطيران. بعدها بتزورهم ليليانا لتعزية ولن، وبتخبرها أنه والدها بيعرفها وأنه اشتغلوا سوا من 5 سنين، وهو يلي ساعدها بالحصول على صفقة رائعة لما تعطل عملها. ولما انتهى نشاط التجاري رفض المال وأوصاها بالاستثمار بشركتها وطلب منها إبقاء الموضوع سر. بعدها بتخبرهم أبا أنها رح ترجع على قريتها لأنه والدها مريض وهي ما لم تأكد إذا فيها ترجع. بهذا الوقت بتلاحظ أستوتي صرصور عم يزحف هنيك، وقبل ما تغادر طلبت من أبا أنه تعتني بحالة لأنها عم تشعر بهذا الشعور السيء وأنه في حدا بده يأذي هي العيلة. تاني يوم الصبح بتخبر أستوتي ولن أن حلمت وقابلت والدها وترجته أنه يبقى هون معها، وبتقلها أنه كان نحيف كتير وكانت معدته فايتة لجوا وكأنه عم يتضور جوع. بعدها لقيت ولن شهادة زواج والديها وخبرت والدتها أنه فيها شي غلط وأنه مثل ومذكور أنه نتزوجوا بعام 1998، بس هي كانت بتبلغ من العمر 3 سنوات بهذا الوقت. فبتقلها أستوتي أنها بحاجة لتنام شوي وترتاح. وبعد ما تطلع ولن بتشعر أستوتي بالصداع وبعض الحركة براسها. بعدها بيخبر المسؤول بالمشفى ولن أنه ما بيعرفوا سبب وفاة والدها وأنه بيقدروا يطلبوا رأي تاني من مستشفى تاني، بس هو بيضمن أنه رح يعملوا نفس الشي، وطلبوا منهم عدم قول أي شيء لوسائل الإعلام. بعدها بلقطة من الماضي منشوف أحمد إجا لعند أستوتي وبيخبرها أنه لاحظ أنه إطار صورة شقيقة مكسور، لهيك جاب لها إطار جديد. بعدها بيقلها أنه عم تمطر بغزارة وبيسألها إذا كانت بحاجة ليوصلها على البيت، فهي بتقله أنها منيحة وأنه معها مظلتها. بعدها بتطلع أستوتي لترجع على البيت وبتلاقي أنه مظلتها مكسورة. بهذا الوقت بيجي أحمد وبيخبرها أنه كان بطريقه لما اشتد المطر فرجع لعندها. بالعودة للحاضر بيعتقد ويسنو أنه أبوهن انقتل، فبتقله ولن أنه ما انقتله أنه كان مريض، بس الأطباء ما قدروا يعالجوه. وبيسألها عن نوع المرض اللي بسبب القيام شخص ما بإلقاء الحشرات إلا إذا كان سحر أسود، فبتهدأه وبتقله أنه ما في داعي لهالحكي بعد هلأ. بعدها منشوف ويسنو مع ريكا وبيخبرها أنه ما له قدران ينام، فبتقله أنه فيها تساعده وبتصير تتقرب منه، بس هو بصدها وبتنزعج ريكا شوي وبتكون بدها تمشي من هنيك، بس فجأة بتلاحظ بعض الديدان وبتغادر فورا. بعدها وبهديك الليلة بتصحى ولن على صوت ضجة وبتلاقي والدتها عم تدور عن شي بخزانة ملابسها، وفجأة بيخبرها شبح أحمد أنه رح ياخد كل شي، بس بيتضح بعدها أنه كابوس، وبتحاول ولن تهدي حالها. تاني يوم بيجي عيسى ليقابلهم، وبتنبسط أستوتي لما بتعرف أنه بيكون ابن بوندون، فبتخبره أنه بوندون كان صديقها القديم، وبصيروا يتضحكوا كتير وهن عم يتذكروا بعض الذكريات القديمة. بعدها طلعت ولن لتخبر والدتها أنها رايحة على الشغل، وبيقول عيسى أنه راح يروح هو كمان. وبعد ما يغادر من هنيك بيلاحظ سيارة رينو واقفة برا بيت ولن، ومنشوف رينو وهارنا قاعدين جواتها، وبيخبروا هارنا أنه حيكون من الأسهل بكتير إذا فاتوا هلأ. بعدها بتخبر ليليانا ولن أنه قررت الموافقة على جميع مخصصات الاستثمار باستثناء باتي لومبار، لأنه بيتوقع مستشارها الروحي أنه لومبار عم تغرق. وبعد الاجتماع بتبحث ولن عن سبب وجود أشخاص ميتين على قيد الحياة، وعرفت أنه السبب ليخبروهن أنهم بخير أو لتحذير من خطر قادم. بهذا الوقت بتتلقى رسالة من أوتو أنه بسبب الانهيار الأرضي رح تواجه لومبار خسائر كبيرة. وبهذا الوقت بيلتقي ويسنو بريكا للحصول على المزيد من الحبوب وبيعتذر عن آخر يوم. فبتقوله ريكا أنها بتفهمه وبتسأله كيف مات والده. فبيقول ويسنو أنها بدت مثل حالة والدها، فبتخبر ريكا أنها شافت الديدان بغرفته بآخر مرة، لهيك بتعتقد بأنه حاجة للانتباه إذا بلشت الأمور تصير بعداد المفقودين ببيته، لأنه هذا بيعني المزيد من اللعنات القادمة. فبيروح وبيفوت على غرفة والدته وبيكتشف أنه ساعة والدته مفقودة. بهذا الوقت بيلتفت انتباهه لبرا وبيشوف هارون وهو عم يسأل زريعة، وفجأة بيقول أستوتي وبتتحول عيونه للون الأسود. فبيخاف ويسنو كتير وبيلاقي حشرة عم تزحف على إيده، ولما بيطلع مرة تانية بيكون هارون واضح أنه طبيعي تماما. بالليل بيجي عيسى لهنيك على العشاء وبيسأله ويسنو كيف مات أبوه، فبيخبرهم عيسى أنه أصيب ببعض التهيج بعيونه بعدين وقع من على سطح المشفى، وبعد وفاته لقى حيوان ملفوف بقطعة قماش. فبيقول ويسنو إنه مثل لعنة السحر الأسود، وهو بيعرف إنه السحر الأسود عادة بيصير للانتقام. فبيقول عيسى إنه بيعرف والده كتير منيح وما بيعتقد إنه من النوع يلي ممكن يكون للناس ضغينة عليه، فبيقله إنه بيعرف مين ممكن يكون في عنده ضغينة ضد والده، وبيقله هي يا العمة ريما أو رينو. وأثناء مغادرته بيلاحظ إنه رينو وهارنا عم يحاولوا دفن شي ما برات منزل ولن، فبيروح لعندهم وبيسألهم شو عم يعملوا. فبيقول رينو إنه هذا الموضوع مو من شأنه، فبيتخانقوا سوا. بعدها بيغادروا من هنيك، ولما بتكون أستوتي عم تتحمم فجأة بتبلش تطلع مي وسخة بالحمام، وبتنصدم لما بتشوف هالشي وبتحس بالدوخة،
وبتحس إنه في شي عم يزحف جوا راسها. بعد شوي بلشت كتير من الصراصير بالخروج من راسها، وبلشت تزحف على كل جسمها، فبتخاف كتير وبتبلش تصرخ وبتركض ولا لعندها وبتحاول تهديها، وبيرتعب وزنه كتير لما بيشوف الصراصير هنيك وما بيفهم أي شي، وبيعطي أستوتي حبة دواء لحتى تهدها شوي. من ناحية تانية بيخبر شمان ريما إنه نجحوا هالمرة، وبيوعدها بأنه رح يحصل عليهم كلهم. وبتنتهي الحلقة هون. تابعونا وترقبوا الحلقة 5 و6 من المسلسل. سلام.